السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمي. يلا بينا نبدأ مع بعض. النهارده ان شاء الله اعزائي الطلاب هناخد اهم الاسئله على اخر درس او ليسون 2 للهيومن ليكومنتري سيستم، وهنبدا نشوف ايه اهم النقاط اللي ممكن تجيلك في الاختبار. اول شريحه عندك سؤال شوز ذا كوركت انسر، عايز تجاوبها لوحدك الاول وبعد كده تسمع الاجابات او تشوف الاجابات. هم خمس اسئله الشريحه الاولى. نبدا نشوف السؤال الاول، بيقول لك فراغ او نقط از ذا ابيليتي اوف ذا اورجانيزم تو تشينج اتس بوزيشن، يبقى مقدره الكائن انه يغير او مكانه او موضعه تو انذر بليس او لمكان اخر يعني. يبقى ده معناه ان ده تعريف ايه؟ الموفمنت او الحركه، هيبقى هي الاختيار رقم بي. All the following systems are responsible for the movement of human body except the urinary system، ما عدا الجهاز البولي ملوش اي علاقه بالايه؟ بالحركه اصلا. يبقى اليورينري سيستم يعني الجهاز البولي اللي هي الكليه والاخراج وكده والمثانه، فملهاش علاقه بانها تتحرك، هي لها علاقه بانها تخرج البول او تخلص الجسم من الفضلات. السؤال اللي بعده رقم 3، all the following are from the constitutions of the human skeleton system او skeletal system except ما عدا ال spinal cord، ده طبعا nervous system ملوش علاقة بالايه؟ بال skeletal system. خلاص؟ يبقى من مكونات الجهاز الهيكلي ما عدا حاجة واحدة، يبقى هي ال spinal cord. رقم 4، the axial skeleton consists of all the following except ما عدا the limbs bones او عظام الاطراف، يبقى دي ملهاش اي علاقه بالاجزال سكيلتون، دي تبع الابندكولار ايه سكيلتون، يبقى هنختار سي the limbs bones. السؤال اللي بعده which of the following bones is related to the axial skeleton، يعني مين هو مرتبط بالاجزال سكيلتون، يبقى عندك طبعا الفرتبرا او الفقره او الفقرات هي اللي مرتبطه بالاجزال، لكن اي حاجه ثانيه كلها ايه؟ ابندكولار. دي الشريحه الاولى، تعال ناخد الشريحه الثانيه مع بعض. برضو تكملة الأسئلة من 6 لحد 10، جاوبها لوحدك الأول. السؤال الأول بيقول لك the skull function is to protect the نقط، يبقى the brain الاختيار B the brain. السؤال السابع بيقول لك the human backbone consist of نقط vertebra، يبقى من 33 vertebra 33 فقرة. السؤال الثامن ال backbone protect the نقط، يبقى spinal cord، يبقى الإيه رقم إيه spinal cord. السؤال التاسع the rib cage in man consists of نقط pairs of ribs، يبقى 12 pairs of ribs، يبقى لو ما كانش كاتب بيرز يبقى ممكن نقول ايه 24 مثلا، لكن هي 12 لانه قال بيرز. السؤال العاشر the human rib cage protects the نقط، يبقى the heart and a lungs القلب والرئتين. يبقى دي برضو اسئله سهله جدا وبسيطه، عايز بس حد قاري الدرس. تعال نشوف الشريحه اللي بعديها من سؤال 11 لحد 16، بيقول لك رقم 11 the human rib cage help in نقط process in breathing process رقم سي. سؤال 12 the first 10 pairs of ribs are connected to the sternum bones اللي هي رقم بي العظمة القص. سؤال 13 the bones of upper limbs are connected to the نقط bones shoulder bones اللي هي اختيار A. سؤال 14 the humerus bones belongs to the bones of الأبر limbs أو الأطراف العلوية، لكن اللي تحتها بيقول لك the bones of نقط allows eating and writing. يبقى سؤال 15 برضه الابر لمس. اللي بعدها بيقول لك الفيمر بقى بونز اتاجد تو نقط بونز، يبقى البلفيك ايه بونز، يبقى متصله بالبلفيك او الحوض. يبقى سهلين جدا ما فيهمش اي مشاكل واسئله بسيطه وسهله، عايزه بس حد عارف البيانات او قاري الدرس بس. طيب تعال نشوف الايه السؤال اللي بعده، يبقى ده سؤال شوز ذا كوركت انسر، دي كانت اخره الشريحه دي. السؤال اللي بعده 17 بيقول لك ايه اول واحده the joints of the location of meeting of نقط، يبقى two bones المفصل او الجوينت مكان التقاء two bones مع بعض. سؤال 18 the skull joints are نقط، يبقى are immovable غير متحركة. سؤال 19 the joint which allows the movement in one direction only، يبقى slightly movable يعني محدودة الحركة. طيب from the examples of freely movable joints، يبقى على طول الثج او الهيب اللي هي الايه المفاصل بتاعت ما بين الفخذ وما بين الايه العظام بتاعت الحوض يعني.
طيب نكمل. from the examples of freely movable يبقى دي خلاص قلناها الايه الثج او الهب. الرقم 21 which of the following is from the slightly movable بقى يبقى المرة دي الني او الالبو اي حاجه من الايه الحاجات المحدوده الحركه. سؤال 22 which of the following joints has limited movement يبقى الالبو جوينت او مفصل الكوع لانه قال limited. خلاص يبقى دي كانت ايه اخر شريحه في سؤال تشوز. تعال بقى نشوف عندنا عمودين وعايزين نختار من العمود ايه اللي يناسبه من العمود بي. تعال نبدأ مع بعض. أول واحدة بيقول لك الفيرتبرال كولمن، هتبص تلاقي الاختيار المناسب بتاعها اللي هو سي كونسيست اوف 33 فيرتبرا. رقم 2 الريب كيج، الاختيار بتاعها المناسب دي كونسيست اوف 12 بيرز اوف ريبس. طيب السؤال التالت الجوينتس، هتلاقي الاختيار بتاعها بي ار ذا بوزيشن اون ويتش بونز ميت، هي المكان اللي العظام بتلتقي فيه مع بعض. السؤال الرابع كارتليجس، هتلاقي الاختيار ايه بريفنتس فريكشن بتوين فيرتبرا، تمنع الاحتكاك بين الفقرات. السؤال الخامس سلايتلي موفابل جوينتس، هتلاقي الاختيار بتاعه ايه اللو موفمنت ان وان دايركشن اونلي. واللي بعدها سته فريلي موفابل جوينتس، الاختيار بتاعها اف اللي هي اللو موفمنت ان اول دايركشن. خلاص يا شباب، يبقى زي ما تلاحظ كده ان الحاجه الوحيده اللي ما لهاش اختيار هي جي بروتكت الزبرين، كان المفروض يبقى كاتب هناك سكال او جمجمه نختارها بجي، لكن هي مش موجوده فدي حاجه زايده في العمود الثاني اللي هو بي. طبعا برضو سؤال سهل جدا ما فيهوش اي مشاكل. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، ضع علامه صح وخطا مع تصحيح الخطا. طبعا اول واحد بيقول لك ذا هيومن لوكوموتري سيستم كونسيست اوف ذا سكيلتال سيستم اند ذا ماسكولار سيستم، ما قالش اونلي يبقى صح. طب لو كان قال اونلي يبقى غلط، لازم نقول اند نيرفوس سيستم. طالما هو ما قالش اونلي خلاص يبقى صح. السؤال اللي بعده ذا سكال كونتينز كافيتيز فور ايز ايرز اند نوز، برضه صح. تمام الباك بون كونسيست اوف 31 بيرز، يبقى خطا هي 33 فيرتبرا، مفيش بيرز حتى 33 فيرتبرا، يبقى اوعى تسيب كلمه بيرز لازم تشيلها. السؤال الرابع ريب كيش كونسيست اوف 12 بيرز اوف 12 بيرز اوف ايه فيرتبرا، لا هي اوف ريبس، هنشيل الفيرتبرا ونخليها ريبس يبقى خطا. سؤال 5 ذا ريب كيش هيلب ان انهيليشن اند اكسهيليشن بروسس، دي صح. سؤال 6 ذير ار ريبس بتوين ذا باك بون فيرتبرا، لا ذير ار كارتلجز، في غضاريف. السؤال السابع والاخير في الشريحه دي the function of the cartilages is to prevent the friction between the vertebra during movement، يبقى ده صح، هي بتمنع فعلا الاحتكاك بين الفقرات يعني اثناء الايه اثناء الحركه. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. ماشي، يبقى ديت اول شريحه في سؤال صح وخطا. الشريحه الثانيه بيقول لك the backbone protects the sternum، يبقى خطا the spinal cord. السؤال التاسع the appendicular skeleton consist of the السكال والباك بون والريب كيج، طبعا خطا هي زبون السؤال التاسع تاني يبقى ذا اكزيال سكيلتون بقى بدل ابنديكولار، هنخليها الايه الاكزيال سكيلتون لانه قال لي سكال وباك بون وريب كيج، يبقى ازاي ابنديكولار هي اكزيال، يبقى ده خطا. السؤال 10 ذا سكيلتون اوف لور ليمب كونسيست اوف هيومس، لا هي ذا سكيلتون اوف ذا ابر ليمبس، تمام كونسيست اوف ذا ايه ذا هيومرس بونز. السؤال اللي بعده والتو فور ارمز اند بونز اوف ذا هاند، ده صح، يبقى هي الاختيار الايه هم كلهم صح بس انها مش لور ليمب هي ابر ليمب. السؤال اللي بعده 11 ذا سكال هاز فريلي موفابل ايه جوينتس، لا يبقى هاز ايه اموفابل جوينتس، يبقى ده سؤال 11 اموفابل. سؤال 12 الشولدر جوينت از ان اموفابل جوينت، لا يبقى هي از ا فريلي موفابل جوينت، يبقى فريلي موفابل ايه جوينت. طيب السؤال اللي بعده 13 ني جوينت از فريلي موفابل، لا ده سلايتلي موفابل. سؤال 14 الموفابل جوينتس الاو موفمنت ان اول دايركشن، يبقى ايه هنخليها بدل الموفابل يبقى فريلي موفابل جوينت الاو موفمنت ان اول دايركشنز. سؤال 15 البو جوينت از ان اموفابل، لا هو سلايتلي موفابل جوينت، يعني مفصل محدود الايه الحركه. خلاص يا شباب، طيب تعالوا نكمل. السؤال اللي بعده رايز ذا ساينتفك تيرم، برضه خد فرصه تجاوبه لوحدك الاول، وعايزك بعد كده ايه تشوف الاجابات اللي هتظهر قدامك. اول واحده بيقول لك ذا مين سيستم ذات از ريسبونسبل فور ذا بودي موفمنت، يبقى اللوكوموتري سيستم، طالما ما حددش يبقى هم تلات اجهزه بيشتركوا يبقى اللوكوموتري سيستم وخلاص. ذا سيستم ويتش كونسيست اوف سكيلتال والماسكلر، برضه اللوكوموتري سيستم. ذا سيستم ويتش كونسيست اوف اكزيال وابنديكولار، يبقى على طول ذا سكيلتال سيستم. السؤال الرابع ذا سكيلتون وير ذا سكال از ريليتد، يبقى الاكزيال سكيلتون.
السؤال الخامس، الاستراكشر ويتش كونتينز سكال والباك بون والريب كيج، برضه الاجزال سكيلتون. السؤال السادس، ابون كيز ذات كونتينز ذا برين، تحتوي يبقى ذا سكال الجمجمه. السؤال السابع، الاكسس اوف ذا سكيلتون ان ذا هيومن بودي، يبقى الباك بون او الفيرتبرال كولوم، هو المحور بتاع العمود الفقري بتاع الجسم الانسان يعني، او السكيلتال سيستم كله. السؤال الثامن، ذا ستراكشر ويتش بروتكت ذا سبينال كورد، يبقى الباك بون او الفيرتبرال كولوم برضه. السؤال التاسع، the structure which consists of 33 vertebrae، برضو الباك بون. السؤال العاشر، a part of the axial skeleton which allows the bending of the body in different direction، طالما هتتنى في اتجاهات مختلفة يبقى الباك بون برضو. يبقى من 7 و8 و9 و10 الإجابة واحدة اللي هي الباك بون أو العمود الإيه الفقري. لا يعني نفس الإجابة يعني. سؤال 11، parts between the vertebra of the vertebral column separated and protect the vertebra from friction، يبقى على طول الكارتلجس او الغضاريف. سؤال 12، the structure which protects the heart and the lungs، يبقى الريب كيج. سؤال 13، the part of the skeletal system which helps in inhalation and exhalation، برضه الريب كيج. سؤال 14، a type of skeleton which includes the bones of the upper and lower limb، يبقى الابندكولار سكيلتون. سؤال 15، بيقول لك تو بونز ميت اريا، يبقى الجوينت. سؤال 16، the location where bones meet and allow movement، برضه الجوينت. سؤال 17، the joint which doesn't allow any movement، يبقى الاموفابل جوينت. سؤال 18، the joint which allow movement in one direction only، يبقى slightly movable joint. سؤال 19، the joint which allows the movement in all direction، يبقى freely movable joint. خلي اجابتك كامله، ما تقولش freely وخلاص مثلا، لا freely movable joint. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك complete the following statements، برضه حاول تجاوبه لوحدك الاول وبعد كده الاجابات هتظهر قدامك. اول نقطه بيقول لك the ability of organism الى اخره، طبعا ده تعريف الموفمنت. السؤال الثاني، movement occurs with the participation of نقط and نقط systems، يبقى طالما جه فراغين بس يبقى مش هتقول بقى النيرفس، هنقول السكيلتال والماسكولر. طب لو كان ثلاث فراغات يبقى على طول هتقول السكيلتال والماسكولر والنيرفس، يبقى لو ثلاث فراغات هنقول الثالث كمان معاه. السؤال اللي بعده، the human locomotory system consists of نقط and نقط، فراغين بس هم، يبقى سكيلتال سيستم والماسكولر سيستم. السؤال اللي بعده، السؤال الرابع، the human skeletal system consists of نقط and نقط، يبقى الابندكولار والاجزال، الاجزال سكيلتون والابندكولار سكيلتون. السؤال الخامس، بيقول لك الاجزال سكيلتون consists of the skull and the rib cage and the ايه the backbone، يبقى لازم تقول الحاجات اللي بتكون الاجزال سكيلتون. السؤال السادس، not is a bony box contains نقط، يبقى for eyes ears and nose، يبقى the skull is a bony box contains cavities الى اخره، يبقى اول فراغ ذا سكال، ثاني فراغ كيفتس. السؤال السابع، بيقول لك ذا مين فانكشن اوف ذا سكال از تو، يبقى بروتكت ذا برين، تحمي المخ. السؤال الثامن، بيقول لك ذا نمبر اوف فيرتبرا ان ذا فيرتبرا كولوم از 33 فيرتبرا، اوعى تقول كلمه بيرز لحسن تطلع كلها غلط. السؤال التاسع، نقط ار فاوند بتوين ذا فيرتبرا اوف ذا فيرتبرا كولوم، يبقى كارتلجس او الغضاريف. السؤال العاشر، ذا كارتلجس فاوند بتوين ذا فيرتبرا بريفنتس فريكشن ديورنج موفمنت، يبقى الفريكشن بعد الموفمنت. السؤال 11، بيقول لك ذا هيومن ريب كيج كونسيست اوف نقط بيرز، يبقى 12 بيرز اوف ريبس. السؤال 12، بيقول لك ذا نقط از ذا بون ويتش ذا فيرست 10 بيرز اوف ذا ريب كيج ار كونكتد تو انترلري، من الامام يبقى الاسترنم او القص، عظمه القص هي اللي بتتصل بها اول 10 اضلاع من الايه ازواج من الاضلاع من الامام. طيب ده سؤال كومبليت، باقي فيه شريحه واحده تقريبا اللي هي اللي قدامك دي. رقم 13 بيقول لك ذا ريب كيج بروتكتس نقط اند نقط، يبقى اللانجز اند هارت او الهارت اند لانجز. سؤال 14، بيقول لك نقط هيلب ان ذا انهيليشن اند اكسهيليشن بروسس، يبقى الريب كيج. سؤال 15، بيقول لك ذا هيومن ابندكولار سكيلتن كونسيست اوف ذا بونز اوف نقط، يبقى الابر لمب اند لور لمب. السؤال 16، بيقول لك ذا بونز اوف ابر لمبس ار نقط اند نقط اند نقط، يبقى ار الهيومرس بونز والفور ارم بونز والهاند بونز. سؤال 17، بيقول لك ذا بونز اوف لور لمبس ار نقط اند نقط اند نقط، يبقى الفيمر بونز شافت بونز والفوت بونز. سؤال 18، بيقول لك ذا نقط از ا سايت اوف تو بونز ميتنج، يبقى ذا جوينت. سؤال 19، بيقول لك ذا تايبس اوف جوينتس ار نقط اند نقط اند نقط، يبقى الاموفابل جوينتس والسلايتلي موفابل جوينتس والفريلي موفابل جوينتس. سؤال 20، بيقول لك the function of the joint is to نقط، يبقى is to allow movement between bones without friction مثلا. سؤال 21، بيقول لك the knee joint is considered from نقط joints، يبقى slightly movable joints while the hip joint
is considered from يبقى ال freely movable joints. سؤال 22 from the slightly movable joint is نقط يبقى على طول the knee joint and from the freely movable joint مثلا is the ايه shoulder joint. طبعا عندك اجابات كتيره والامثله كتير بس يعني انا قلت ايه مثالين، انت ممكن تقول امثلتك. تعال نشوف السؤال اللي بعده، كده خلصنا سؤال كومبليت. ندخل على سؤال جيف ريزون. اول شريحه قدامك فيها 8 اسئله، حاول تجاوبها لوحدك الاول. السؤال بيقول لك give reason the movement is very important to living organism. تقول لي because it help أو movement help to change its position from place to another seeking benefit or away from harm. يعني يا إما بيبحث عن فائدة أو بيبتعد عن الخطر. السؤال اللي بعده بيقول لك the presence of a brain inside the skull to protect it، خلاص عشان تحمي. the backbone is very important، هتقول اي اهميه من اهميته because مثلا it allows the body to bend in different direction and protect the spinal cord مثلا. سؤال ثلاثة the backbone is very important، خلاص قلنا. سؤال الرابع بيقول لك there are cartilages between the vertebra of the backbone، يبقى على طول to prevent friction between vertebra during movement and pain. خلاص السؤال الخامس the rib cage surrounds both heart and lung، يبقى to protect heart and lungs. السؤال السادس بيقول لك the joints between bones of the skull are immovable because they don't allow any movement، عشان مش بيسمحوا بأي حركة. السؤال السابع the knee joint is slightly movable joint، هتقول لي because it allow movement in one direction only. السؤال الثامن the thigh joint is freely movable، هتقول لي because it allow movement in all direction، انه بيسمح بالحركة في كل الاتجاهات وبالتالي لازم نقول عليه اللي هو freely movable. الشريحة اللي بعدها سؤال what happens، برضو عندك 6 نقاط سهلين جدا، اقراهم لوحدك برضو الاول انا هجيبهم دلوقتي. اول نقطة بيقول لك all what happens if all the skeletal system bones are one bones، يعني واحدة فيوز ملتحمين مع بعض، يبقى تقول لي the human body cannot move، مش هيقدر يتحرك. طيب the backbone consists of one long bone، برضو the human cannot bend in different direction، مش هيقدر ينثني في اتجاهات مختلفة. السؤال الثالث the absence of cartilages between vertebra of the backbone، يبقى friction takes place between the vertebra causing harm to the backbone، وهيعمل هيأذي العمود الفقري. السؤال الرابع all the bones of the human body are without joints، يبقى the human body cannot move. السؤال الخامس thug joint has limited movement، يبقى the lower limbs will move in one direction only. السؤال السادس the shoulder joint is become from the limited movement joint، يبقى نفس الإجابة the two upper limbs will move in one direction only، يبقى هي نفس الإجابة بس بتتكرر يعني أو بتتعاد. أي مفصل يقول لك بقى محدود الحركة قول له هيتحول هيبقى يتحرك في اتجاه واحد، طب بقى واسع الحركة يبقى هيتحرك في اتجاهات مختلفة. تعال نشوف الشريحة اللي بعديها سهلة جدا، بيقول لك إيه state the function أو الـ importance of each of the following، يعني هات لي وظيفة الحاجات اللي جاية دي. أول واحدة the skull هتقول لي it protects the brain. التانية الـ backbone مثلا it allows body to bend in different direction and protects the إيه؟ the spinal cord. السؤال التالت بيقول لك cartilages between the vertebra of the backbone، هتقول لي prevent friction between the vertebra during motion أو movement. السؤال الرابع the rib cage هتقول لي it protects the lungs and the heart. السؤال أو help in breathing مثلا. ماشي أو ممكن تقول لي it help in the inhalation and exhalation process أو breathing process. السؤال الخامس the bones of upper limbs they allow eating, drinking, writing and holding things. السؤال السادس bones of lower limbs هتقول لي they allow walking, running, standing and carrying rest of the body. السؤال السابع the joints هتقول لي they allow movement between bones. السؤال الثامن the slightly movable joints allow movement in one direction only والfreely movable joints allow movement of bones in all direction أو في جميع الايه الاتجاهات المختلفة. برضه سؤال سهل جدا. السؤال اللي بعده بيقول لك determine the type of the following joints، ايه نوع المفصل ده، هيديك المفصل وانت تقول له نوعه. طبعا السكال الموفابل الجوينت، الني سلايتلي موفابل جوينت، الالبو سلايتلي موفابل جوينت، الريست والثج والشولدر كلهم فريلي موفابل جوينت، هتكتب كده فريلي موفابل جوينت. كده احنا خلصنا المنهج، اتمنى تكونوا استفدتم وطولت عليكم، انا بعتذر بس لان انا ما بحبش ان انا افوت اي حاجه. كان معكم الاستاذ محمد سعيد رحمي، اشوفكم ان شاء الله في الترم الثاني، واتمنى تشتركوا معايا في القناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.